السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. واليوم نريد نتحدث عن الدراسينة، على مجموعة من أنواع الدراسينة، بس هي كلها تحتاج نفس الظروف. عندي الحمد لله فضل من الله هذه المجموعة من الدراسينة، هذه شوكولا وهذه دراسينة الذرة، هذه من وحدة غصن واحد أخذته من صديقتي وقسمته أكثر من غصن، وما شاء الله أكثر من قطعة، وما شاء الله شوفوها تأثرت السنة الماضية بالشتاء ورجعت من أول وجديد، وهذه منظرها ما شاء الله. هذه أيضا عندي الشريطية، أكل أخضر وأكل هذا الأخضر اللي يصير بيوحف مالته، جوزي مارون، شوفوا على جمالها ما شاء الله. هذه ايضا تاثرت عندي وقصيت الاطراف مالتها. انا هاي بالمناسبه هذه الدراسينه مالتي كلها حطيتها خارج البيت، كل المجموعه خارج البيت، بس تاثرت السنه الماضيه بسبب العاصفه والصقيع والثلج، وكان هواء عالي غطيتها، فلقيت الصبح يعني طاير الغطا وتاثرت تجمدت. الاطراف مالتها اللي تاثرت قصيتها، خاصه هذه وهذه، هذه الدراسينة الذرة تصير الورقة العريضة، قصيت الأطراف مالتهم وما شاء الله رجعت من أول وجديد. هذه كانت ثلاثة أغصان من قصيتها، شوف الأغصان طلعتها شقد، يعني بدل شوفوا كل غصن. هسه راح أيضا راح أشوفكم شلون قصيت، راح أقص غصن من عندها. شوفوا هي بالأساس يعني كانت ثلاثة، كل مكان طلع اثنين او ثلاثة او اربعة مكان القص. عصر الاوراق مالتها هيك متدلية حلوة وملونة. عندي هذه هي الريد سيستر الجاردلين، شوف ما شاء الله جمالها، بعد الاوراق من تطلع شوف الجمال. هذه ايضا من وحدة صار عندي ثلاث سنادين، هاي اصلا وحدة مرة قصيت غصن وحطيته هنا بمكان ممكن تنظف كف الوزة، يعني هاي السندانة بيها كف الوزة وبيها الدراسينة. راح انقل هاي الصغيرة اللي عندي موجودة، راح انقلها بهاي السندانة حتى اخفف شوية من عدد السنادين، يصيرون كلهم نفس المكان. هذه ما اعرف اصلا ثلاثة او كم وحدة بيها ثلاثة اغصان، هذه ايضا حنقلهم بالسجادة الكبيرة. وعندي هذه اللي هي دراسينة الليمون، يصير بها خط ليموني بالوسط، شوفوها بوسط الورقة، تختلف عن الدراسينة الذرة، شوفوا صح أوراقها عريضة مثلها، بس هذه لا، تصير بها خطين ليموني بالوسط. هذه كانت وحدة وشفتها كثير تعبانة، قصيتها خذت من عندها جزئين قسمتهم، ما شاء الله شوفوا طلعت النبتة الأم هي ماتت، بس هاي الأغصان اللي من عندها اللي طلعت من عندها ما شاء الله شوفوها. هذه أيضا راح أقصها من هنا حتى أكاثرها، ترجع حتى هذا الغصن يدفع غصنين أو ثلاثة يطلع بمكانه. هذه هي الدراسينة، هاي الأنواع اللي موجودة عندي، جمالها ما شاء الله، هاي جميلة، هاي جميلة ونادرة بنفس الوقت، مو كل الوقت تلقون من عندها، يعني مرة واحدة يعني لقيت هذه بالسوق، بينما هذه الأنواع وخاصة هذه والمارون موجودة، شو وقت ما تروحون تلقونها موجودة بالأسواق، وأسعارها يعني لا بأس. وأنا أنصحكم إنه تاخذون أي سندانة أخذوها صغيرة، أي نبتة أقصد بها، ناخذوا صغيره وخلوها تكبر عندكم حتى تتعاملون معها، وحتى اذا لا سامح الله ما تعرفون عنها وماتت فما تنقهرون عليها، مثل ما تاخذون وحدك يعني نبته كبيره واسعارها يعني غاليه، وواحد صدق يعني واحد ينقهر. فاني طريقتي اخذ سنادين صغيره، وعندي اشوف المعلومات وادرس عليها حتى وقت ما التكاثر مالتها ما هي الظروف اللي تحتاجها حتى اقدر اني اتعامل معها. هاي المجموعة اللي عندي كلها خارج البيت مثل ما ذكرت،
لين درجات الحرارة توصل إلى 4 أو 5، وصلت عندنا 1 و2 بس ما نزلت تحت الصفر، وأنا مخليتهم بالبيت البلاستيكي، جمعتهم كلهم بالنهار. هسه اليوم شمس الحمد لله، كشفنا الغطاء عنهم. والمغرب النزلة يعني هي خاصة درجات الحرارة تصير بالليل والصبح باردة، فمن تطلع الشمس أرفع الغطاء منها تتهوى حتى ما تظل أكو رطوبة، ومنها أيضا النباتات تستفاد من الجو المشمس. بس شال الغطاء عني بالوجه حتى تدخل الشمس والتهوية حتى الباب فاتحته حتى التهوية تدخل على النباتات كلهم تستفاد من الشمس. شو أكثر بعدها الشمس، وإحنا هسه الساعة 11 شوية والشمس يانها عليهم. وهنا مكانهم بالضبط، أنا حاطتهم بهذا المكان، هذا مكانهم. هسه طلعتهم أيضا شوية، رديت تغييرات من عندها بهم وأشيل من عندهم أغصان حتى أكاثرها، وأيضا حتى أسوي لها بخاخ مي. أنا أسوي بخاخ مي لكل النباتات حتى تستفاد من الرطوبة. طلعت هذه المجموعة حطيتها على الطاولة حتى أقدر أشتغل بها على راحتي. هنا أكثر النباتات اللي حاطتها أنا تكاثر، اللي تحتاجها لدراسينا شمس مباشرة كم ساعة، تربة من ينشف سطح التربة المفروض تسقوها، لأن إذا جفت التربة تماما النبتة راح تخلص منها. لكن مثلا من يكون جفاف التربة من 40 إلى 50 تقريبا، أو من 30 إلى 40 تقريبا، المفروض نفحص سطح التربة إذا يحتاج سقي. شوف هسه هذه تحتاج سقي، سطح التربة ناشف. هذا بالمناسبة الحجر أنا ما حاطته يعني يفيد النبتة، لا بالعكس كزينة أو شيء هيك خليته. اللي تحتاجها خاصة مثلا التربة تكون بتموس، أو تربة تكون خليط من البتموس والبرلايت، وممكن تربة الحديقة تخبطون معاها بتموس. وتحتاج جو رطب، بخاخ مي لازم دائما تبخوها. بس أشوف لكم شلون أسويها، يبخخ ماي عليها. والسماد هو سماد الام بي كي، كل 3 أسابيع او شهر. بس بصراحه انا لسه حاطتهم خارج البيت، انا ما حاطت لهم سماد، بس اريد ارجع شويه لان اكو شويه تتاثر، اريد ارجع ابديهم. كان هم اول مره بالبدايه هاي المجموعه، بس هذه خارج البيت. بس من السنه الماضيه طلعتهم، شفت امورهم طيبه حطيت ها، وشفت امورها طيبه فحطيتهم خارج البيت. نستخدم السماد الام بي كي كل 3 أسابيع او شهر، هو بالطبيعي هذا. بس انا بصراحه قلت لكم انا ما احط لهم، بس ان شاء الله راح ارجع من اول وجديد ان شاء الله احط لهم حتى تبدي نشاط اكثر بها. حلو، هي صح الحمد لله امورها كلها طيبه ونشطه وماكو مشكله بها، بس حتى شويه تصير بعد احلى ونقدر نكاثر من عندها، فاستخدموا السماد. هسه حتى اريد اشوف لكم شلون يعني طريقة الإكثار. هسه عندي مثل هذه كبيرة من عندهم، خلينا نقص هذه الكبيرة حتى تطلع لنا هي أكثر من نبتة. هذه الورق دراسينا الذرة، هذه نقطعها ناخذها، ونقطع هذه أيضا، يا الأكبر وحدة بهم نقطعها شريطية، ناخذ هذا الغصن حتى هذا الغصن يدفع بعضه مكانه واحد. هذا ناخذه ونقطع من عند الأوراق على قدر الإمكان. هذا اريد كاثرة طبعا، وطبيعي احنا لازم نغطيه بالبلاستيك من كاثرة. هذا واحد، وبعد من ياهو ناخذ هذه، بصراحة اريد اخليها داخل البيت اسويها، يعني احطها بالمي. هذه اداخلها داخل البيت شكلها حلو ويا اللبلاب، راح احط هذه داخل البيت. قطع هذه الاوراق من عندها جزء من الاوراق، لها شويه اوراق متاثره من الصيف بصراحه ما صار مجال. هاي شوف قد جميله، هذا راح اخذها داخل البيت. هذه بعد ما نظفتها من الاوراق وقصيتها منها، حتى شنو الهدف من عندها؟ حتى نحفز الجذور، وايضا من نشيل جزء من هذه الغلاف هذا بالبداية نحكها لازم،
حتى نحفز الجذور. هذه راح اسويها الافضل بانه اني اقصها هذه اسويها قطعتين هذه افضل يعني. هذه هاي قطعنا قطعتين بس المهم تعرفون الاتجاه مالتها ما يختلف عليكم. ايضا نقصها منها هاي هذه كل مقصيتهم بهذه الطريقة منها صح. راح احطهم بهذا نفسه نفس الطريقة اللي سويناها قبل. انا زرعتهم صراحة ما غطيتهم ولا شيء زرعتهم لين اول مرة قبل سنتين يمكن زرعتهم ما غطيتهم صراحة بس كانت فترة الربيع وما شاء الله رأسا نجحت وانطت أوراق اسمها نبتات جديدة وتكاثرت الحمد لله من غصن واحد. هو هنا عندي أني هسه هذا التربة هذه أيضا راح أتركها خارج البيت ما راح أدخلها داخل البيت نغلقها بهذا الشكل ونتركها بمكان عالي الإضاءة بس مو الشمس مباشرة بينما هذول يحتاجون شمس مباشرة كم ساعة أو يحتاجون جو رطب بخاخ مي نبخهم. هذه راح أخليها بس تجي عليها الإضاءة خارج البيت. ممكن هي الدراسينا أيضا النباتات اللي تكون داخلية بس المهم تحتاج إضاءة قوية ممكن تخلوها قريبة على شباك أو باب زجاج أو توفروا لها إضاءة قوية حتى تستفاد من الإضاءة لأن هي من النباتات المحبة للإضاءة القوية أو ضوء شمس. يعني مثل ما ذكرت هذني كلهم حاطتهم أنا خارج البيت والحمد لله أمورهم طيبة. وطريقة الإكثار شوفت لكم إياها. السماد ممكن كل 3 أسابيع أو شهر سماد الـ MBK هذا هو مفيد لكل النباتات مفيد للأوراق مفيد للجذور مفيد للأغصان مفيد للتزهير لأن هو يصير متكامل كل اللي يحتاجه النبات. أما إذا خارج البيت أنتوا يسألون على السماد العضوي اللي هو سماد الحيوانات فما أنصح تستخدمونه للنباتات الداخلية لأن هذا المفروض يتعرض إلى شمس مباشرة لأن هو العفوروث مال الحيوانات مخلفات الحيوانات فلازم يتعرض إلى شمس. ممكن بأن النباتات اللي تكون خارج البيت وخاصة النباتات المثمرة ممكن أني أخليه إياه أو مثل الجهنمية أو المينا أو غيرها النباتات تكون خارج البيت حتى هذه تتعرض إلى شمس مباشرة الأرض حتى أو مثل ما يصير بها تعفن أو مثل ما يصير بها حشرات. بينما إذا داخل البيت لا راح يصير بها تعفن لأن هي نباتات الزينة ما تحتاج إلى روث الحيوانات بس إذا نباتات اللي تكون خارج البيت. طبعا هي الداخلية لها سماد ولها أنواع من الأسودة ممكن واحد يستخدمها. فهذا كل اللي عندي وإن شاء الله أكون فديتكم بالمعلومات وأي معلومة إن شاء الله أعرفها أفيدكم بها بس لا تنسوني بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وتفعيل خاصية الجرس حتى أي فيديو أنزله أوريدي يصلكم. لهنا وصلنا على نهاية الفيديو مالتنا خلينا نسوي لهم بخاخ مي شوفوا شلون أنا أسوي لها بخاخ مي قبل ما أنهي اليوم. الجو مشمس وحلو ممكن أني أستخدم هذا بخاخ المي النباتات المحبة للرطوبة وأيضا نغسلها بنفس الوقت نغسل النباتات. أنا بالمناسبة من الجو مشمس وبالصيف أنا تقريبا يومية بين يوم ويوم يعني مرتين باليوم أسألهم بخاخ إذا الجو حار لأن النباتات تحتاج جو رطب فنسويها بهذه الطريقة ومنها أيضا تنسقي وتنغسل وأي غبرة إذا كانت على النباتات على الأوراق أو الأغصان هي تستفاد من عندها الرطوبة. وهذا هنا وصلنا على نهاية الفيديو بس لا تنسوني بالإعجاب والتعليق إن شاء الله أشوفكم الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.